سؤال. نعم. رجل وقع بفعل كبيرة وكلما تاب منها عاد إليها ثم يتوب، مع أن هذه الكبيرة ملعون من فعلها، وبارك الله فيكم. أولا حفظك الله وعصمنا الله وإياك، عليك أن تجتهد في تحقيق شروط التوبة، عليك أن تجتهد في ماذا؟ في تحقيق شروط التوبة. فالتوبة ليست كلاما يقال باللسان فحسب، بل لا بد فيها من 3 شروط إن كان الحق لله، و4 شروط إن كان الحق لمن؟ للآدميين. فإن كان الحق لله فيشترط أن تقلع من الذنب بالكلية، وثانيا أن تعزم ألا تعود إليه، وثالثا أن تندم وتأسف على ما بدر منك من تقصير في جنب الله. وإن كان الحق للآدميين فهناك زيادة، وهي رد تلك الحقوق إلى أهلها، فإن كانت مالا رده أو رد مثله، وإن كانت مظلمة عرض نحو ذلك، إن خشي فتنة أكثر من الدعاء له واستغفر له، وإن كانت لا يخشى فتنة أخبره وطلب منه أن يحلله. فهذه شروط التوبة، أولا يعني أنت احرص أن تطبق هذه الشروط، فإذا طبقتها تماما ثم ابتليت فاعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأنه لا يحسب عليك إلا ما اقترفته بعد العودة، وأما ما قبل ذلك فإنه لا يحسب عليك، حيث إن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا تستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والمشكلة ليست في الذنب كما هي في الإصرار على الذنب، فالإصرار هو المصيبة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأنت إن كان رجوعك هذا قد طبقت فيه هذه الشروط، فإن ما قبل ذلك لا يحسب عليك، بل يسقط عنك، ولا يحسب عليك إلا ما اقترفته بعد العود إلى هذا الذنب. ثم إني أقترح عليك حتى تثبت الأمور الآتية. الأمر الأول تطبيق هذه الشروط التي ذكرتها لك، والأمر الثاني البعد عن مواطن المعصية التي تدعوك إليها، ولو بالانتقال من بلد إلى بلد، ولو بالهجرة إلى بلد آخر، وإزالة الأسباب التي تدعو لذلك من الفضائيات الخبيثة التي تثير الشهوات والغرائز وما إلى ذلك، ومن مخالطة بعض المجرمين الذين يوقعونك في المهالك، فإنهم لا يهمهم أن يهتدوا، وإنما يهمهم أن يكون الناس كلهم ماذا؟ مثلهم في هذا الفعل. فانتبه لهذا يا عبد الله، كما أقترح عليك الصوم إن كنت شابا قادرا على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كما أقترح عليك مجالسة الصالحين الذين يبعدونك عن ذلك ويهديك الله بهم إلى الخير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كما أقترح عليك أن تشتغل بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، والإكثار من تلاوة القرآن،
واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء آخر الليل، لأن هذه سهام الليل بإذن الله لا تخطئ. تدعو الله عز وجل بأن يخلصك من ذلك وتجتهد في هذا، ويعني تكثر وتلح على الله وتشعر بالانكسار بين يديه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاجتهد في تطبيق هذه المقترحات، عندها إن شاء الله سوف تزول هذه المشكلة بإذن الله تعالى. نعم.